والفؤاد بنوره وحي تكامل في علا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج بناء، ذلك البرنامج الذي نهدف فيه إلى تزويد حضراتكم وحضراتكن ببعض البصائر البنائية التي تعين على بناء النفس صلاحا وبناء الغير إصلاحا، بناء الذات وبناء البيوتات والمؤسسات والمجتمعات، بناء الإنسان وبناء الأوطان. ويعني هذه البصائر البنائية نرجو أن تسهم في حل الكثير من الإشكالات الواقعية بطريقة يعني نؤكد عليها دائما، وهي طريقة التحليل في سبيل الوصول إلى الحلول. عشان كده بنحاول نعمل دراسة تدبرية لمسألة البناء بمنهاج العلم والعمل. وكنا بنتابع سويا حديث الرحمن عن بناء الإنسان في القرآن، وكنا بنحاول نعمل قراءة تحليلية لتلك الآيات القرآنية عشان نحاول نستخرج ونستخلص منها بعض التوجيهات والإشارات، توجيهات العملية والإشارات التطبيقية اللي مهمة بالنسبة لنا في تحديد البناء على مستوى المعنى والماهية، وتحديد البناء على مستوى الآلية والمنهجية. لأن أكيد هيبقى عندنا تحدي هو البناء، وعندنا تحدي آخر برضو كيف يكون البناء. والحمد لله رب العالمين، يسر الله سبحانه وبحمده كثير من الإشارات والتوجيهات في الحلقات الماضية، وإن شاء الله النهاردة نختم الإشارات والتوجيهات المتعلقة بهذه الآية عشان إن شاء الله نشرع في غيرها من الآيات التي تناولت قضية البناء، ويكون فيها إن شاء الله تأكيدات على ما جاء في هذه الآية أو تلك الآيات، ويكون فيها إن شاء الله إشارات وتوجيهات أخرى. واضح جدا أن الآية بتجاوب على سؤال مهم قوي، هو سؤال البيئة البنائية. يا ترى إيه أنسب بيئة أو مكان لبناء الإنسان؟ أنسب بيئة أو مكان لبناء الإنسان؟ وإيه أنسب بيئة أو مكان المفروض إحنا نحرص عليها ونحرص على توفيرها علشان يتم بناء الإنسان؟ واضح من الآيات الإشارة لأن هذه البيئة أو ذاك المكان هي المساجد. في المساجد يصنع الساجد، من المساجد هي مدارس يصنع فيها الدارس. المساجد، هذه المساجد بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يعني لو حضراتكم لاحظتوا، هو أصلا كان أصلا سبب نزول الآيات مرتبط بإيه؟ مرتبط سبحان الله بمسجدي وأهل مسجدي، ببنيانين وأهل بنيانين، ببناء أهله هنا وأهله هنا. كان مرتبط بمسجد أسس على التقوى من أول يوم، ببنيان أسس على تقوى من الله ورضوانه. والثاني مسجد أسس ضرارا كفرا تفريقا إرصادا من حرب الله ورسوله، مسجد أسس على شفا جرف نهار فانهار به، فانهار بصاحبه في وبأصحابه في نار جهنم. واضح قوي المساله. هذا المكان، هذا الميدان، هذا المسجد واضح كان في مين وفي ايه، وده واضح في مين وفي ايه. فهنا في اشاره واضحه جدا لبيئه بناء الانسان. بيئه بناء الانسان، انسب بيئه، احسن بيئه لبناء الانسان هي بيوت الرحمن. ومش اي بيوت، يعني مش اي بيوت، لان في الحقيقه ممكن نشوف مساجد تكون بتقوم بهذا الدور. عشان كده هنأكد على حاجة قوي مهمة اسمها الوظيفة المسجدية. الوظيفة المسجدية، قال حبيبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مفهوم المسجد في الإسلام هو مش مجرد مكان وخلاص، لا، مكان فيه وظائف مسجدية. الوظائف المسجدية،
ولذلك سبحان ربي، ربنا يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إن يبقى عندنا بيوت لله سبحانه بحمده، بيوت الله. بيوت الله دي ممكن ما يكونش ما يتوفرش المسجد بالصورة المتاحة، ممكن سبحان الله زي ما ربنا قال لسيدنا موسى وسيدنا هارون ومعهم أمين، واجعلوا بيوتكم قبلة، اجعلوا بيوتكم قبلة. أو أنت خلاص، أو أنت ما تيسر لكش القيام بهذه الوظائف المسجدية في هذا البنيان أو تلك الجدران، في داخل تلك الجدران، لا، جعلت الأرض مسجدا وطهورا. أي بيت من البيوت بما فيه من جدران ما فيه من عمران يبقى بيت للرحمن، بس تقام فيه الوظائف المسجدية. الوظائف المسجدية أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أنه يرفع يذكر فيه اسم الله سبحانه وبحمده. سيدنا عباس يقول في القرآن يسبح له فيه بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبقى هنا أنسب أحسن بيئة لبناء الإنسان، معش إنسان الإيمان، بناء إنسان الإيمان ده يتبنى فين؟ يتبنى في الملاهي، في المراقص، في يعني نسأل الله العافية، حتى في هذه الأيام يتبنى في المدارس للأسف. عشان كده من الضروري ان انا زي ما كنا اشرنا في حلقات الماضية اني اختار المكان او الميدان المناسب للبناء، يعني اختار المكان او الميدان القريب من الايه اللي فيه اكبر قدر من الوظائف المسجدية. فلو عندي مدرستين هختارهم لابني، لو انا عندي مكانين هختارهم لنفسي في الشغل او العمل، اختار الحاجة الاقرب للوظائف المسجدية لانها تكون اكثر عونا لي على مسألة بناء نفسي كانسان او بناء غيري، اللي يبقى فيه اكبر قدر الوظائف المسجديه، يرفع يذكر فيه اسم الله سبحانه وبحمده، يسبح فيه بالغدو والاصاله، رجاء لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله، اقام الصلاه واتى الزكاه، في ذكر الله اقام الصلاه واتى الزكاه، الحرص على تزكيه الانفس، يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والابصار. مكان فيه هؤلاء التقاه، فيه هؤلاء التقاه، مش فيه الطغاه، مش فيه العصاه. علشان كده نقول أحسن بيئة لبناء الإنسان هي بيوت الرحمن، بس مش أي بيوت، المعمورة بأهل التقوى والرضوان والتزكية والإيمان والطهارة من النفاق والشقاق والأدران. الكلام ده مهم جدا. أحسن بيئة لبناء الإنسان هي بيوت الرحمن، بيوت الرحمن المعمورة بأهل التقوى والرضوان والتزكية والإيمان والطهارة من النفاق والشقاق والأدران. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. ليه هو أسس على التقوى؟ تمام، كويس، خار، بيت للرحمة، مش بيت للشيطان، مش بيت للعصيان، مش بيت للكفران. عشان كده بستغرب من بعض الأفاضل والفضلات الصالحين والصالحات اللي بيكونوا في أماكن زي كده، يكونوا في أماكن هي كأنها بيوت للشياطين، كأنه بيت للشيطان، كأنه بيت للعصيان، كأنه بيت للكفران، كأنه بيت للطغيان، كأنه يعني سيب الأماكن اللي أشبه ببيوت الرحمن. سبحان الله، دور القرآن، الجامعات الخيرات الطوعية اللي الحمد لله رب العالمين اللي بيبقى فيها أشياء طيبة للناس، اللي في أمور من الإحسان، طب هذه الأماكن أولى أصلا، أو الإنسان يتواجد فيها، يكثر من التواجد فيها. يبقى مش مجرد البنيان ولا الجدران، ضروري الناس اللي بتعمل عمران لهذا البنيان اللي هم بقى أهل الإيه؟ أهل التقوى والرضوان، أهل التزكية والإيمان، أهل الطاعة والإحسان، أهل الطهارة من النفاق والشقاق والأدران. ولذلك ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ليه؟ في إيه تاني؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يبقى مش بس المكان اللي فيه، الناس اللي فيه، هو دي البيئة الأحسن، لأنه هو اللي مش الحيطان اللي تبي الإنسان، مش الجدران اللي تبي الإنسان، لا، هذا البنيان اللي بحيطانه بجدرانه. لكن بقى مهم جدا إن العمران إنه معمور بالإيمان، العمران بالإيمان، لأن في عمران على مستوى الجدران والحيطان، وفي عمران تاني على مستوى الإيمان، في عمران تاني يخص الإحسان. هذا اللي من العمران ضروري. ولذلك هذه البيوت المذكورة آنفا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هي البيوت الموصوفة في قول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال،
رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله عذرا والله يرزق من يشاء بغير حساب. سبحان الله، حضراتكم ما لاحظتوش حاجة؟ إنهم ذات الرجال. ويظهر والله أعلم أن الأصل أنها المساجد، فإن لم تتوفر كانت البيوت التي تتحلى بصفاتها وتقوم بوظائفها وتتضمن ما يحتاجه بناء الساجد. الأصل أن البيوت دي في بيوت إنها المساجد، لكن لو ما توفرتش تبقى البيوت اللي بتتحلى بصفاتها وتقوم بوظائفها وتتضمن ما يحتاجه بناء الساجد. سبحان الله، المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وهنا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصالة، رجال، رجال دول، رجال دول لما يتوجد دول يبقى مكان وفي هذا الإنسان، دي بتكون البيئة الأنسب على الإطلاق، الأفضل على الإطلاق لبناء الإنسان، لبناء إنسان الإيمان. ولذلك كنا بنأكد مرارا وتكرارا إن إحنا عايزين فعلا هذه المحاضن البنائية يتبنى فيها إنسان الجامع اللي هياخد أخلاق الجامع ويصلح بيها بره الشارع. إنسان الجامع والجامعة ياخد أخلاق الجامع ويصلح بيها بره الشارع، ياخد أخلاق محراب النسك والصلاة، محراب الإيمان والصلاة، ويخرج بيها لمحراب ومحاريب العمران والحياة. ياخد يبقى في يبقى ياخد هنا التميز وسبق في محاريب الأنساك والأخلاق، ويطلع هنا بتميز وسبق في محاريب التعمير والتنوير. لأن الواحد بيحزن إن كتير من الناس بياخد أخلاق الشارع يدخل بها الجامع. لا، المفروض ناخد أخلاق الجامع نطلع بيها الشارع، نصلح بيها الشارع، إنه يتم بناء هذا الإنسان. الإنسان الإيمان ما يتبناش في الشارع، إنسان الإيمان ما يتبناش بعيدا عن بيوت الرحمن. طيب مش متوفرة دكتور بيوت الرحمن، نعمل إيه؟ واجعلوا بيوتكم قبلة. البيت يبقى كالمسجد، بيت يبقى كالمسجد، يقوم بالوظائف المسجدية، تقام فيه الصلاة، يعني كما في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسم الله، يتلى فيها كتاب الله، في إقامة كتاب الله على الوجه الذي يحبه ربنا ويرضاه، في إقامة الصلاة ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، في الذكر، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. جانب فيه التزكية والحرص على التزكية، فيه الصدقات والحرص على التصدق، فيه ذكر الله سبحانه بحمده بكل أنواعه. يعني خلاص، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. مهم قوي هنا إشارة للحاجتين، إشارة للمكان وإشارة للإنسان. تاني، إشارة للمكان وإشارة للإنسان. أحسن مكان لبناء الإنسان وأحسن إنسان لبناء الإنسان، يبقى مواصفات أحسن مكان لبناء الإنسان هذه بيوت الرحمن، ومواصفات أحسن إنسان لبناء الإنسان الرجال اللي يحبون أن يتطهروا، الرجال اللي لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. دول الناس اللي بنوا نفسهم دول يكونوا أقدر على بناء غيرهم، وهيكونوا لا شك أنفع في بناء غيرهم. فهنا في مكان، ده أحسن مكان وده أحسن إنسان يباشر بناء غيره من البشر ما تتوفر فيه هذه الصفات. ففي هذه المواصفات وهذه المواصفات، مواصفات المكان ومواصفات الإنسان. المكان ده ماشي في الإنسان ده، والإنسان ده في المكان ده. لما يحصل هذا التعانق بين أحسن مكان وأحسن إنسان تبقى دي أنسب وأحسن بيئة على الإطلاق لبناء ذلك الإنسان، لبناء إنسان الإيمان. علشان كده بنأكد على هذا المعنى وهذه القضية الخطيرة اللي بتشير إليها هذه الآية الكريمة. بكده انتهت رحلتنا الحمد لله رب العالمين مع هذه الآية العظيمة، الآية الكريمة، وكثير من الإشارات العملية والتوجيهات التطبيقية اللي خدناها أو استخلصناها واستخرجناها منها. وإن شاء الله نواصل رحلتنا مع حديث الرحمن عن بناء الإنسان في القرآن، ونشوف آيات أخرى
فيها كلام عن برضو المسألة البنائية والقضية البنائية، عن ما هو البناء وكيف يكون البناء، عن البناء على مستوى المعنى والماهية، والبناء على مستوى المنهجية والآلية. ونكتفي بهذا القدر اليوم، ونسأل الله سبحانه وبحمده أن يمن علينا وعليكم بلقاء آخر إن شاء الله. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سقى الفؤاد بنوره وحي تكامل في علاه.